سورة في القرآن الكريم موجزة، سورة جميلة، سورة تدلك على الفلاح والصلاح والنجاح، سورة تدلك على الخير، سورة جامعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنها سورة الزلزلة. روى الحاكم في مستدركه والنسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء، يعني اقرأ ثلاث سور مبدؤين بألف لام راء زي سورة هود. الرجل قال: بسور طويلة أوي يا رسول الله، كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، أقرئني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم زي الدخان وغيرها. فقال: يا رسول الله كبيرة، كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، أقرئني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات المسبحات، يعني المبدوءة بسبح أو يسبح زي سورة الصف زي سورة الجمعة. قال: يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال: أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. سورة الزلزلة يا جماعة اللي يقرأها يفهمها يعمل بما فيها سبب في الفلاح، سبب في الخير، لأنها فيها دروس كثيرة جدا جدا. أذكر لك منها درسين: الدرس الأول لأن السورة بتذكرك بأنك هتبعث يوم القيامة وتقف بين يدي الله عز وجل، وكل مكان في الأرض أعدت فيه بالخير هيشهد لك، أو أعدت فيه بالشر هيشهد عليك إلا أن تتوب. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما تحدث أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد على كل عبد وأمة بما فعل على ظهرها، تقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. أيضا فيها درس آخر في نهاية السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا والآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في الدنيا والآخرة. افعل الخير تجد الخير، تجد الفلاح، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده غير الذي زرع. شكرا جزيلا.